call me a god. مرحبا واهلا وسهلا ونكمل عملية الابحار في الفيديو هذا. نرجع للسفينة ونشوف ايش اللي نقدر نسويه عندنا بعد كم دقيقة. شوف خلصنا هذا، هنا نريد نسوي تمويل للمصنع وهذا تمويل للمصنع. هنا عادي الامور طيبة. نبحر من هنا، ناخذ الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا. اتوقع نقدر ناخذ من هنا، ايوه، واحنا داخلين لهنا وراجعين بتكون اكبر شحنه ماخذينها، ونتمنى انه ما حد يواجهنا من الاونلاين بلايرز. بعد 7 دقائق عندنا هذه، فاتوقع انه يمدينا نخلص هذه المهام قبل عن شوف اللي عندنا ناقص قنابل مدافع الهاون، فيحتاج لنا ان ناخذ مدافع هاون بعد شوي. ناخذ مدافع الهاون بعد شوي لما نخلص هذه المهمة، لانه مدافع الهاون ما نستخدمها بكثرة والكول داون فيها شوي كبير. قلنا هنا، فالافضل نروح من جهة اليمين، نروح ناخذ منتوجاتنا التجارية. طبعا بعد 10 دقائق بيبدأ الايفنت، او يعني نقدر نسميه ايفنت، اللي هي مهام الاستحواذ، بس ما نقدر ان نسيطر عليهن او ان نخلص هذا المشن قبل عن يبدا. فاتوقع ان هالمره بنتجاوزها ما بناخذها، ونشوف يمكن في المره القادمه بناخذ المواد هذه او مهمه الاستحواذ هذه. حاليا تقريبا المدخول مالنا ما في الساعة، في الساعة 300 تقريبا اللي مكتوب هنا، هنا مكتوب فوق في الساعة 250. ف بس احنا ما بكل ساعة يعني بتتملى، تقريبا كل 4 ساعات او كل ساعتين. فاحنا الحين عندنا 600 مدخولنا من كل عملية توصيل او من كل عمليات التوصيل لما يكون ممتلئ. المدخول يكون 600، فمدخول جيد. ونشوف نشوف كم نقدر نوصله. اتوقع يعني لما اسيطر على كل الاماكن وابدا اطورها، اذا وصلت قريب من الالف من الرحله يعني الوحده من او من توصيل واحد، ذيك الحين ببدا اشتري الاسلحه الاسطوريه اللي تبتاع في المقر الرئيسي. فلذلك نكمل الحين في عمليات التطوير فقط، ما ابدا اتطرق للاسلحه الا لما اكون يعني اقدر اخذها من حمله واحده بس، لأن التطوير في النهاية شيء يرجع لك. يعني أنت الحين تطور في النهاية بيرجع لك، يعني يكون مردود أكبر له. فكمل عملية لل توقع هذا الثانية، أيوة. وإحنا ماشيين بالطريقة هذه نروح للأسفل، ومن ثم من اللي يريد يهجم علينا. أعرف إنهم يريدوا يهجم علينا. أصبناهم ولا ما أصبناهم ما مهم، لأن وصلنا هنا وناخذ موادنا الثانية. ليش ما أقدر أخذ؟ اوكي، ناخذ المواد الثانية واحنا مكملين ومواصلين الى الجزء اللي هنا.
اتوقع هناك نفس المكان اللي اخترته، بس يحتاج اني الف كذا. ما اريد اصدم في هذا السفينة، لكنها هي اللي تريد تصدم. اوكي، ما صدمنا فيها. النقطة الثالثة اللي هي هنا. قبل اللفة او قبل مدخل المضيق، نروح لها. وين؟ ليش اشارتنا ما ظاهرة؟ على كل، نكمل العملية ونشوف اذا نقدر نخلص صادي في الوقت المناسب قبل. لا والله بتبقى 3 دقائق، ما اتوقع ان نقدر نخلصن. بنوصل هنا في دقيقتين ممكن، والله ليش لا، ممكن ان نخلصن، بس يحتاج ان نخلص بسرعة لانه بيكون عندنا بعد 5 دقائق اللي هي للتحضير. فاذا كانت في مهمة كوب ببداها، اذا ما في مهمة كوب بنشوف، لانه اذا كانت اونلاين نتفاعل هنا وناخذها ونكمل طريقنا. اتوقع هذا، اتوقع 90% ان المكان اللي حددته هو المكان اللي نريد نوصل له. طبعا لا تنسيونا من المتابعة ومن نشر الفيديوهات. اريد اوصل ل 450 في الاسبوع القادم. الحين احنا على 380 تقريبا، فما اعرف متى بينزل هذا الفيديو اصلا. بيكون بنكون اوريدي متجاوزين ال 400 متأكد. ف حاولوا انكم توصلون ل 450 كخطوة اولى. ان شاء الله 90%، ما متأكد، بس 90% بسوي جيف اواي ل كود، مش كود للعبة، قيمة اللعبة لشخص واحد في تويتر. بنزل الفيديو هنا، بيكون على 750. لما نوصل 750 بنسوي الجيف اواي، سواء اللعبة او قيمة اللعبة. المتابعين عندنا ما كثار، في التويتر نفس الشيء ما كثار، يمكن 70 نوصل. فاستغلوا الفرصة، نسبة انكم تربحوا بتكون كبيرة. لكن كما قلت ما بسوي قبل 750، فحاولوا انكم تنشروا القناة وان شاء الله نوصل لهذا الرقم قريب. 750 متابع. خلصنا عمليات الكولكت، ولكن وصلنا لل30 دقيقة، فعندنا 5 دقائق. هل بنوصل لسانت إين في ال5 دقائق القادمة أو لا؟ نشوف المهام اللي ظهرت. أوكي، كل المهام عندي ما عدا الخليج باليساد. ما اعرف اذا حد اشترك في هذه المهمة في الكوب في البي في بي. اذا ما حد اشترك فيها بشترك فيها، اذا حد اشترك فيها ما اقدر اروح لانها بتكون اوريدي، يعني الوقت يعني ضاع اوريدي. الحين 5 دقائق و15 ثانية ولحد الحين ما حد مشترك. هنا في حدث مطاردة، ما اعرف اذا كان هل هو بي في بي او نشوف. لو نجي هنا، لا هذا في الشخص سفينة بريجنتين لوسي او اتزيكون، ما اعرف. نراوغ هذا السفينة الجزيرة وناخذ لنا شوية لحم. في هناك شخص يطلب النقدة في نهب تانجونا. تانجونا سهلة وضعيفة، ما أعرف ليش يريد استنقاد. قيد النهب تانجونا. في هنا الشخص قالت أنذر حرامية. والله قالت أنذر حرامية. هذا ليفل 3، وش يريدوا مني؟ ما اتوقع ان هذه هي المهمة. كأن وصلنا بدري.
بس هنا لحد الحين ما حد مشترك، فأتوقع أني أقدر أروح أستحوذ على خليج باليساد. استحواذ معادي، ثم تحدث فرصة استحواذ معادي نقدر نتوجه لها. بس كأنه شوية وش هذا يريدوا يهجم علي؟ ما بهجم عليكم لأنه أردي واصل، ولأنه ما عندي وقت أني أهجم عليكم أو أني أرد عليكم. وصلنا الذهب. نشوف، وصلنا الذهب، ننزل من السفينة ومباشرة نروح للخطوة القادمة أو المهمة القادمة. نرجع إصلاح وإبحار خليج باليساد. يمدينا نروح خليج باليساد إذا اشترك حد أونلاين. شوي بيكون أوكي. لحد الحين ما حد أونلاين وتبقى دقيقتين، أتوقع إنه ما حد بيشترك، إن شاء الله ما حد يشترك ينافسنا. بس كذا بنهاجمهم، إذا نافسونا بنهاجمهم ونحاول نكون إحنا الرابحين. بالأمس هجمنا أونلاين، شخص هجمنا علينا أونلاين وتغلبنا عليه مرتين، يعني مرة واحدة هنا كان قريب في السيطرة اللي كانت هنا، والمرة الثانية في السيطرة اللي كانت هنا. فهذا مستوى ثاني تقريبا بيبدأ بعد شوي، ولحد الحين ما حد داخل. دقيقتين عندنا من الانتظار. المكان جميل انك تقدر تراوغ السفن فيه، بس شوي هنا المكان ضيق، فحاول نحاول ان ما نخرج عن الحدود هذه المصنوعة لنا. ولحد الحين ما حد داخل، ننتظر هنا وننزل المرساة. في هنا بيكون في معاداة عن طريق الأبراج، فأحاول إني أعرف مواقع الأبراج. وصلنا للليفل 40 في الصدارة الأسبوعية، وتتبقى دقيقة وثلاثين ثانية، 40 ثانية. أتمنى إن ما حد يدخل مرة ثانية عشان تسهل علينا العملية. بس كأنه هذا الاثنين جايين هنا، لكن ليفل 2 اتوقع اوفلاين، مستحيل يكون اونلاين هالشخص. ما اعرف كيف اقدر افرق بين الشخص الاونلاين. لا والله هذا اونلاين بس ليفل 2، فمستحيل انه يدخل عادي هنا. كانوا الاشخاص الموجودين يعني بعدهم جديدين على اللعبة. فنشوف وننتظر، ما حد لحد الحين داخل، تبقى لنا دقيقة. ايش نقدر نسوي؟ هذه الحاجات اللي المفروض كنت اوصلها، لانه اوكي 31 عندنا توربيدات كثيرة. ساعدنا هذا الانسان اللي يحاول يحارب. الحين بيبدوا الابراج تهجم علينا، بس ما مهم. 30 ثانية ولحد الحين ما حد دخل معنا. بس هذا البرد البرق اللي يحاول يهجم علينا هو البرق ليفل 1. ونبدأ العملية، عملية الاستحواذ، بعد 5 ثواني. دمرنا وبدت العملية، عملية الاستحواذ. اوريدي 10% شخص واحد مشارك للحين. ناخذ لنا هذه الموارد اللي رموها لنا، وهنا السفن اللي جاية تهجم علينا ندمرها في أسرع وقت. نعم ندمرها. لازم اني ما انطلق انطلاقات سريعة، لانه قلت المكان ضيق ونحاول ان ما نطلع منه.
نحاول كذا شوية صوت اللعبة في اذني مرتفع. كم وصلنا بالمئة؟ الحين وصلنا إلى 50%. طبعا عمليات الإسقاط هذه تفيدنا. نضرب هنا نشوف هذا القاعدين يهجموا علينا ولا. أوكي هنا كانت عملية تصويب جيدة. مرة ثانية نرجع نشوف العمليتين جيدتين بعد. نقصناهم ووصلنا إلى 60%. أتوقع أن هذه العملية الاستحواذ انتهى. ما أتوقع أنهم يقدروا ينافس أي حد، يعني يقدر يدخل الحين وينافسني لأنه أوريدي نسوي الهم. كم وصلنا؟ اتوقع تسعين 80%. خلاص في هنا نضرب كذا شوية توزيع. كأن ملينا المخزن ولا؟ خلصنا العملية، عملية الاستحواذ وبسهولة لأنه ما حد هجم علينا من الأشخاص الأونلاين. بكذا في 20 دقيقة وصلنا البضاعة وخلصنا عملية الاستحواذ. ونسوي تمويل للمصنعين. هنا راح تصرف فلوس كثيرة، راح تصرف كمية فلوس كثيرة، بس نفس الشيء راح تربح كميات كبيرة من هذه يعني الاستحواذات. فنشوف وش عندنا. عندنا في هذه تتبقى لنا هذه أخشاب سيفو، عشان يعني ناخذ البونس مرة ثانية. بونس كبير صراحة بيكون. هنا ما عندنا أي شيء من الثنتين، هنا عندنا واحدة بس، هنا عندنا ثنتين من الأربعة تقريبا، وهنا عندنا 4 من 5. فهذه مهمة كثير أنكوها، وهذه مهمة كثير. هالثنتين أكثر ثنتين أريدهن، أخشاب تسيفو أنكوهانانا، عشان نسيطر على المنطقة بشكل كامل. نرجع إنه 18 دقيقة نرجع ونشوف مهام المصنع. هنا بتكون نهاية الفيديو. نشوفكم فيديو آخر. أتمنى أنكم دعم القناة بالمتابعة وباللايكات وبالنشر. شكرا لكم ونشوفكم فيديو آخر.